في ظل التحديات اللي مرت بيها مصر خلال الفترة الماضية، ما نقدرش نحمل على نظام معين أو سلطة معينة موجودة في مصر. احنا دولة خاضت تجربتين من الثورات، تغيير أنظمة سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، تحديات سياسية، بداية من خارطة الطريق عقب ثورة 30/6 ومروراً بدستور 2014، انتخابات الرئاسية واستحداث البرلمان أو مجلس النواب الذي تم انتخابه في الفصل التشريعي الأول 2016. تمخض عن هذا العديد من التحركات السياسية في مصر، يمكن من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. عقب هذا تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكذلك أيضا إطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022. الفكرة كلها إن زي يحصل توافق على أشياء معينة نرفعها للسيد الرئيس. يعني أنا كنت حاضرة الحقيقة الجلسة الخاصة بحقوق الإنسان اللي هو منع التمييز، وكان في يعني شبه وفاق، يعني وفاق تام من حيث المبدأ وشبه وفاق من حيث التفاصيل على ضرورة إنشاء المفوضية لمنع التمييز، ولأنها استحقاق دستوري من 2014 إن في ناس كتيرة جدا والمجتمع المدني وأيضا المشرعين بيشتغلوا على مشاريع قوانين لإنشاء هذه المفوضية. المطلب الرئيسي اللي كان يعني اتفق عليه غالبية الساحقة من المشاركين هو المطلب الخاص بتفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 في الدستور، اللي هو الخاص بإنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، لأنه طبعا دستور صادر من 2014 فمدى زمني طويل. يعني طبعا مصر كان عندها استحقاقات كتير ومرت بمرحلة صعبة طويلة، لكن أما وإننا بنتكلم على حوار وطني وفتح ملفات كتير، يعني فموضوع مكافحة التمييز من ضمنها. فكان الاتجاه العام هو تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري ومقاومة بقى يعني الممارسات التمييزية بالدعوة لأنه يكون هناك في قانون بيغلظ العقوبة على مختلف أشكال التمييز، وتم تغطية طيف واسع جدا من التمييز. الحقيقة النهاردة الجلسة الأولى للجنة حقوق الإنسان، وهي ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني، متعلق بقضية مكافحة التمييز. وهذه القضية تشرفت بالحديث في هذه الجلسة كمتحدث عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعرض الورقة التي عملت التنسيقية عليها خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من الجلسات وورش العمل. قضية التمييز أو مكافحة التمييز هي استحقاق دستوري، لأنه المادة 53 من الدستور نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء، لا تفرقة بينهم لأي سبب من الأسباب، سواء النوع أو الدين أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو المستوى أو الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر، واعتبرت أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا ألزمت الدولة بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. الحوار النهاردة بيأمل أن ينتهي الأمر إلى قانون موحد للتعاونيات يحدد حقوقهم، يحدد واجباتهم، يحدد اختصاصاتهم. أيضا التعاونيات هي طبعا عايزة تخرج كاتحادات تعاونية منتخبة من عباءة الجهة الإدارية، اللي بيها تبقى اتحادات مستقلة لخدمة المواطنين بشكل ميسر. النقاش نفسه، يعني طرح نقاش التمييز نفسه، ده طرح مهم جدا 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 في الوقت ده. المخرجات ليها علاقة بحاجات كتيرة جدا، أنا حتى قلت ده في كلمتي، ليها علاقة بالمجتمع نفسه. يعني حتى لو الحكومة أو الدولة عندها رغبة في أنها تعمل مفوضية لمكافحة التمييز، الوعي الجمعي المصري في مشكله ضخمه ليها علاقه بان التمييز هو سمه اساسيه موجوده وليها علاقه بالتفاخر. يعني التمييز هنا هو الاستعلاء، التمييز هنا هو العنصريه، التمييز هنا هو التنمر.
وفي مصر تحديدا كل اي حد اعلى من حد درجه بيمارس عليه التمييز. فالموضوع مش بيمارسه يعني الفكره مش لازم يكون بقصده، بس هو خلاص بقى وعي جامع، بقى زي ما بيقولوا عاده طبع. انطلاقة في ملفات غايه في الاهميه، ملفات كانت محل اهتمام الراي العام المصري منذ وقت طويل، سواء الملف السياسي كان هناك اهتمام من الاحزاب السياسيه والقوى السياسيه حول النظام الانتخابي. الملف الثاني وهو مرتبط بعدم التمييز، وده كان ملف بيهتم به الراي العام في الداخل والخارج، خاصه في انه فكره عدم التمييز فكره مطروحه في دستور 2014 في الماده 53 بانشاء مفوضيه عدم التمييز. التغيرات اللي تمت في السنوات الاخيره اظهرت ان هناك قصور في التشريع خاص بالتمييز، وده اللي استلزم ان تكون الجلسه الاولى عدم التمييز. عدم التمييز اعتقد انه مهم جدا في الوقت الراهن. انا شايف اللي بيحصل النهارده عرس، عرس داخل الوطن، عرس بين الناس كلها. الناس النهارده اللي بيحصل النهارده بيؤكد على الناس حريصه على هذا الوطن ده، وان الناس جايه تتفاعل وتتناقش عشان توصل لحلول لبعض المشكلات اللي موجوده. النهارده انا شايف ان الامل موجود لدى البعض حتى لو اختلفت الرؤى. فكره ان احنا بنتحاور مع بعض ده امر مهم جدا، وامر يعني اتبنى عليه من 2016 الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، ثم تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين والحوارات الكثير اللي عملتها بين مختلف القوى والاحزاب السياسيه. ده تمهيد كله للمجتمع ان احنا نبدا نتحاور مع بعض وان احنا نقبل الاختلاف، وان الاختلاف لا يفسد للوطن قضيه. الشان السياسي شان مهم، انتخابات السياسيه سواء برلمانيه او مجالس محليه، تعديل القوانين او استحداث حتى قوانين جديده، كل شيء متاح، وكل ولا سقف للحوار الوطني الا الدستور. طيب خلونا نبدأ على طول الكلام وكل الترحيب بمعالي المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، منورنا وشكرا على الجهد حقيقي. يعني مساء الخير وشكر جدا على الدعوة، وصح الوقت متأخر شوية بس مش مشكلة، يعني ما هنسهر حضرتك معنا حبتين. بس فعلا احنا بنتكلم النهاردة على بداية أظنها كمان بداية موفقة، لأن إحنا من اليوم الأول بدأنا نصل إلى توافقات، وحصل توافق على مسألة مفوضية لمكافحة أو مواجهة التمييز. هل كان يتصور مجلس أمناء الحوار وأمانته الفنية أنه من اليوم الأول نقدر نوصل إلى مشتركات، وتاني أنا بأكد على الكلمة توافق مش تصويت؟ طبعا كان احنا طبعا في مجلس الأمناء اخذنا مدة شوية في التحضير. من وجهة نظري مدة التحضير دي هي اللي افرزت الشكل اللي انت شايفه، سواء في الجلسة الافتتاحية او في اول يوم في المحور السياسي النهاردة. فترة التحضير خلت حاجتين يحصلوا. رقم واحد ان انت تحط بعض القواعد التي يرتضيها الجميع على أساسها يمشي الحوار. قواعد معلنة حطناها مع بعض وارتضيناها مع بعض. حيل. دي رقم واحد. رقم اتنين ان احنا في الجلسة الافتتاحية كنا حريصين تماما على اكبر تنوع ممكن، على كل الطيف السياسي يبقى موجود، كل الطيف المجتمعي يبقى موجود، الشخصيات العامة، الشخصيات المهنية، المجتمع المدني. التحضيرات دي هي اللي ادتك الشكل بتاع الجلسة الافتتاحية واليوم بتاع المحور السياسي. في قضايا بطبيعتها ممكن تصل فيها لتوافقات، القضايا التي تشكل مشكلات ملحة أو فيها استحقاقات دستورية آن الأوان لتنفيذها، زي مثلا مفوضية مكافحة التمييز، استحقاق دستوري. يعني الاستحقاقات الدستورية ما حدش، بالعكس هو الدستور بيحط كل ما هو نافع للدولة ونافع للمواطن. لكن هو بس دايما بتبقى وجهة النظر متى وقت التنفيذ. فبالتالي طبعا في قضايا، يعني المستهدفات ان احنا اكبر عدد من القضايا يحصل عليها توافق. المستهدف الثاني ان يبقى عندنا توافق جزئي في بعض القضايا.
المستهدف الثالث أن القضايا التي لن يتم عليها التوافق أو لم نستطع أن احنا نصل فيها للتوافق، في قيمة لطيفة جدا في الموضوع أن احنا هنحترم الآراء كلها وهنعرض الآراء كلها، والمشكلات اللي ما كانش عليها توافق بالحجج بتاعة كل رأي للسيد الرئيس. احنا كده عملنا ايه؟ احنا المجتمع اتقلب، يعني صح. عارف تقليب التربة، تقليب التربة حاجة صحية وحاجة بتخلي الزرع بيطلع أفضل، بتجدد الأفكار، بتزود الوعي، بتنشئ علاقات إنسانية جديدة. في النهاية برضو أنت بتصل لتشاركية في ترتيب الأولويات. يعني أنا وأنت قدامنا مشروعين، لو أنا وأنت اتفقنا على أن المشروع ألف يجي قبل المشروع باء، تنفيذ المشروع ألف هيبقى أسهل غير لما تبقى أنت شايف ألف وأنا شايف باء وكل واحد فينا بيدفع في اتجاه تنفيذ المشروع بتاعه. لو احنا اتفقنا على الأولويات، أنت هتقبل ببعض الإزعاج مثلا، شوية رصف الطريق بيعمل شوية مشاكل في وهكذا. يعني اللي أنا عاوز أقوله، التشارك في ترتيب الأولويات هيؤدي أن احنا كلنا نتحمل مع بعض طوعيا واختياريا بعض يعني التكاليف. تكاليف هنا مش قصدي تكاليف مادية، تكاليف اتخاذ القرار بالضبط كده، وبالتالي أصبحت المسؤولية مشتركة بالضبط. فإحنا كلنا بنتحمل هذه المسؤولية لأنه إحنا توافقنا على ده، اتخذ رأينا فيه واتناقشنا فيه، وانت أقنعتني بوجهة نظرك أو أنا أقنعتك بوجهة نظري أو إحنا الاتنين ما وصلناش، ولكن يعني في قرار اتاخذ بعد دراسة كل وجهات النظر. العملية دي صحية جدا، العملية دي صحية جدا وهتؤدي إلى نتائج يعني كتير. الحقيقة أن الحوار الوطني، أنا يعني بقعد مع بعض الناس بسمع كلمة لطيفة جدا، أخبار الحوار الوطني إيه؟ وصلتوا لإيه؟ هتعملوا إيه؟ دي كلمة كويسة. أنا أظن أن أنا أقدر أنه أؤكد الكلام ده من الناس. يعني أنا الأول مرة أشوف أنه الناس العادية خالص جدا، أهالينا العاديين الذين لا هم لهم إلا العمل، توفير متطلباتهم المعيشية والأسرية وما إلى ذلك وكافة الالتزامات، فكانوا يسألوا هو الحوار الوطني هيبدأ إمتى؟ ده قبل ما كنا نصل إلى أنه إحنا هنعمل الجلسة الافتتاحية اليوم الفلاني، الجدول بتاعنا ينزل على الموقع إلى آخره، وبعدين وأخبار الحوار الوطني ونقشه النهاردة إيه، ويا ترى هو يوم الثلاث هيتقال إيه، طب هو يوم الخميس وكلام من ده. شيء بالنسبة لي مبهج أن الناس مستعدة طول الوقت للمتابعة وعايزة تعرف التفاصيل. لكن وأنا برجع خطوتين لورا، إحنا في مصر عشنا عشرات السنين من وجهة نظري فيها انغلاق سياسي، عدم وجود تعددية حقيقية لا في الأفكار ولا في الأحزاب ولا في التناول وما إلى ذلك. ثم أصبح في عندي طيف واسع جدا من الأحزاب والآراء والأفكار والأيديولوجيات. ده بقدر ما هو رائع وجميل، بقدر ما بيشكل أظن، بس صححني، عبء جوه الحوار الوطني. إنه يعني زي اللي كان في غرفة مظلمة فخرج إلى النور، عليه أن يعتاد هذا النور ولا إيه؟ لا مش يعني خليني أتكلم على آخر 10 سنين، مش عاوز أرجع بالتاريخ قوي لورا، ماشي. يعني ده يمكن مكانه برنامج آخر. أوكي. آخر 10 سنين، آخر 13 سنة، آخر 14 سنة، مرت الدولة المصرية بتحولات كتير. حلو. وكان عندها تحديات. زي ما انت في الحوار الوطني بترتب أولوياتك الوطنية، أيضا عند مواجهة تحدياتك يجب أن ترتب هذه أولوية مواجهة هذه التحديات. فكانت الأولوية الأولى لهذا البلد رقم واحد الإرهاب اللي كان ممكن طبعا يعني يودي بها. اللي حصل في مكافحة الإرهاب شيء عظيم واستهلك وقت وأرواح ومال، فدي أولوية تمت.
على التوازي منها ويليها بناء مؤسسات للدولة قوية. فبقى عندنا دستور متوافق عليه كلنا ارتضيناه، بقى عندنا مجلس نواب، بقى عندنا حكومة، بقى عندنا رئيس جمهورية منتخب، بقى عندنا المؤسسات، عندنا أجهزة رقابية ومستقلة، وكل يوم الأجهزة والمؤسسات والوزارات بتترسخ أرضها يعني أقدامها في الأرض أكتر. بعد ما أنت عملت النقطتين دول خلاص أصبح الإصلاح السياسي أولوية، لأنها كانت أولوية مؤجلة. لا يمكن أن أتكلم عن تحول سياسي أو خطاب سياسي والناس غير آمنة في بيوتها. لا يمكن أن أتحول يعني أن أتكلم عن تحول سياسي أو إصلاح سياسي وإنت ما عندكش مؤسسات أو مؤسساتك غير مكتملة أو مؤسسات هشة وضعيفة. طبعا التحدي الاقتصادي مصر مرت بيه من سنة 2014، ولكن التحديات الاقتصادية زادت بسبب الأزمات المتعاقبة العالمية، ويكفي أن احنا نبقى عارفين يعني، وده واضح تماما يعني، أن الأزمة الاقتصادية تجتاح العالم كله، أزمة التضخم موجودة في العالم كله، أزمة البطالة وعدم التوظيف موجودة في العالم كله، فأنت جزء من العالم فبتتأثر يعني بهذه. لكن الحمد لله أن أنت برضو رقم واحد، الأمن موجود، مفيش إرهاب، مؤسسات الدولة موجودة بتعمل اللي تقدر عليه في الملف الاقتصادي، فبالتالي على التوازي منها بتعمل الإصلاح السياسي. من هنا جاءت دعوة الحوار الوطني. الحوار الوطني من وجهة نظرنا وقراءتنا احنا يعني المتواضعة ليه هو نقطة تحول ما قبل الحوار الوطني وما بعد الحوار الوطني، وده واضح من الشعارين اللي دايما بيتخذهم الحوار الوطني. الحوار الوطني بيتكلم نحو جمهورية جديدة وخلق مساحات مشتركة. المصريين بينهم مساحات مشتركة كثيرة وكبيرة. اولا احنا محتاجين نكشف عن هذه المساحات المشتركه، ده رقم واحد. رقم اتنين، محتاجين نزيد هذه المساحات المشتركه. هنزيدها ازاي؟ هنزيدها بان احنا نبقى فاهمين مشكلتنا، عارفين الحلول وعارفين تكلفه الحلول، ونقدر نرتب مواجهه هذه المشكلات. دي فكره الحوار الوطني. الحوار الوطني برضو لازم اكد هو نافذه ومنصه لإطلاق الأفكار والرؤى لترتيب الأولويات، لكنه لا يحل محل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. العمل بتاع مجلس أمناء الحوار الوطني وآلية الحوار الوطني كلها لا تتداخل مع الحكومة، تتكامل معها وتتعاون معها. الحكومة مؤسسة دستورية لها اختصاصات، لها إجراءات دستورية، محدش يقدر يقرب من الموضوع ده. مجلسي النواب والشيوخ مؤسسات دستورية، كل واحد ليه اختصاص. السيد رئيس الجمهورية اختصاصه معروف. فاللي أنا عاوز أقوله أن الحوار الوطني يعلم أين يقف تماما، وبالتالي لا تداخل مع أي مؤسسة، إنما هو تكامل وتعاون. طيب المجموعات المشاركة في قلب ولب هذا الحوار ما بين أحزاب، شخصيات عامة، سياسيين، حقوق، إلخ إلخ إلخ، هل الكل مستوعب أنه الحوار ليس مؤسسة وإنما هو حالة حوارية للإصلاح السياسي والوصول إلى المشتركات واتساع رقعة المشترك، ولا أنه لازالت الحالة فيها شيء من الضبابية ولو عند البعض؟ لا خالص، بالعكس يعني فترة التحضير المعقولة من وجهة نظرنا كشفت عن المعاني دي بوضوح. أوضحنا أكتر من مرة أن الحوار ليس مؤسسة. الحوار ممكن يبقى ليه أجهزة. الحوار مبادرة رئاسية، صحيح، تمام كده، ومبادرة رئاسية بتتنفذ على الأرض زي مبادرات كتير. هذه المبادرة يعني لها أجهزة، والأجهزة دي يعني لها مهمة، بمجرد ما تنتهي هذه المهمة خلاص. أي حوار في الدنيا بيمر بثلاث مراحل أساسية في التجارب المقارنة، وإحنا لما بدأنا يعني كلفنا بمسألة الحوار دي اشتغلنا عليها شوية، فشفنا بعض التجارب المقارنة. أي حوار ليه ثلاث مراحل: تحضير، إجراء الجلسات، إخراج التوصيات أو المخرجات. تمام كده. أصعب مرحلة هي مرحلة التحضير.
إذا التحضير جاء جيدا إدارة الجلسات والمخرجات هتمشي كويس. لأن أنت في مرحلة التحضير رقم واحد بتبني الثقة ما بين الأطراف كلها. الحمد لله الثقة موجودة وبتزيد، يعني احنا مش أطراف متناحرة ولا متصارعة مثلا في تجارب دولية أخرى، ده مش حقيقي. فإحنا علشان عندنا أرضيات مشتركة فهيسهل علينا إن احنا ندير الجلسات، وهيسهل علينا أيضا إن احنا ندير مخرجات. في كلمة مفتاحية في هذا الموضوع، لا تصويت، هو توافق أو عدم توافق. طب في حالة عدم التوافق هتعمل إيه؟ لكل رأي احترامه، وترفع الآراء جميعها للسيد رئيس الجمهورية. ماشي. يعني اللي أنا عاوز أقوله إن أنت صوتك في كل الأحوال هيتسمع. ممكن واحد عنده أنصار كتير فيعتقد إن هو بصوته العالي أو أنصاره الكتير هو في الحوار الوطني، مش كده. الحوار الوطني ممكن يبقى فرد واحد صاحب فكرة وجيهة قابلة للتنفيذ، نفاجأ بأنها اتسمعت وطبقت ونفذت بعد دراسة متأنية من جهات الاختصاص. طيب حاجة كمان، الحوار أنا قلت أنه هو مش مؤسسة، طيب الحوار أيضا ما هواش أغلبية ومعارضة فقط. الحوار هو حوار وطني. يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة، هل يمكن تصنيف عدد من الشخصيات العامة أغلبية ومعارضة؟ مش بالضرورة. مش بالضرورة. طب في عندنا كاتيجوري اسمه الشخصيات العامة، هل يمكن تصنيف المجتمع المدني المصري على أنه أغلبية أو معارضة؟ قطعا لا. في تصنيف اسمه المجتمع المدني، في حاجة اسمها قيادات محلية. صح. قيادات طبيعية محلية. هل دول يتصنفوا أغلبية أو معارضة؟ دي مكونات المجتمع المصري. الحوار كما أنه يدور ما بين الأغلبية والمعارضة، يدور مع الشخصيات العامة، يدور مع القيادات المحلية، يدور مع المجتمع المدني والأهلي، هو ده المجتمع المصري. طيب احنا لما جينا يعني نحلل القضايا وجدنا ان احنا، خد بالك برضو تجارب الحوار السابقة، علشان التحضير ما كانش خد الحظ والوقت الكافي، كانت المخرجات ونتائج الجلسات الدنيا قفشت. لأن فترة التحضير وفي دعم سياسي واضح ومتابعة رئاسية واضحة، واخد بال حضرتك، قدرنا ان احنا زي ما بيقولوا ايه، التروس تطبع على بعضها، ان الناس بدأت تثق في بعض، بدأت تسمع بعض. يعني انا ممتن جدا لفترة التحضير بتاعتنا، ممتن اكتر للقواعد البسيطة اللي احنا حطيناها بانفسنا كلنا وتوافقنا عليها، اللي النهاردة في جلسات النهاردة ظهرت أهمية هذه القواعد. أبسطها وبشكل مباشر جدا، إن احنا كلنا توافقنا على إن كل المتكلمين يتم إعطائهم عدد متكافئ ومتساوي من دقائق التحدث. قاعدة. فبقى في تايمر شغال، خلاص التايمر بيشتغل، كل واحد بياخد 4 دقايق، سواء كان من مجلس الأمناء، من بره مجلس الأمناء، من الضيوف، أي واحد أعطي الكلمة خد 4 دقايق زيه زي غيره، والتايمر على الشاشة. فبقى فيه شفافية وحيادية في الإدارة. خلاص أنت بقى عود نفسك أن أنت ترتب كلامك على الوقت المحدد ليك، لأنك مش ممكن تجور على حق اللي بعدك، ومش ممكن أديك وقت غير الوقت اللي بعدك. طب كنا هنوصل لده ازاي غير مع التحضيرات؟ كنا هنوصل لده ازاي غير لما احنا قعدنا ودرسنا وحطينا شوية قواعد تكون ضبط؟ النهاردة مثلا من القواعد الأساسية الجوهرية احترام مؤسسات الدولة. احنا مش بنعمل الحوار علشان يعني نتكلم في حق المؤسسات بما لا يليق. طبعا احنا الحوار أصلا هو نظرة للمستقبل ودعوة لترتيب الأولويات، وليس جهة اتهام وليس جهة محاسبة. احنا مش داخلين خناقة ولا جهة خناقة، يعني مش مش مش, مش يعني في الآخر مش خناقة، بس هي الفكرة أيضا أنت مش جهة حساب. أنت مش جهة اتهام. هناك مؤسسات هذه وظيفتها وهذا عملها ولديها. صح. أدواتها. صح. ماشي. أنت مش هذه الجهة، فبالتالي برضو احنا كنا يعني عارفين ده كويس. تسيبنا اتكلم كده خلاص.
ايوه انا عايز اسمع. ما هو انا اصلي ايه يعني مدرسه كده بتاعت اسمع قدر الامكان وحدد النقط في دماغك لما هيجي ميعادها نسال عليها. فانا يعني احب كده جدا، ما بحبش المذيع اللي بيتكلم اكتر من الضيف. لا يعني وانا صغير كنت بتكلم اكتر من الضيف. لا ربنا يديك صحه. يا رب يخليك. استاذ مستشار هستاذن، هروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل، لان فعلا في كلام مع المستشار محمود فوزي الكثير من الامور اللي انا محتاج اسال عليها، ومنها مثلا جمله قالها بالنسبه لي مهمه جدا، التوافق الجزئي. فانا بقى عندي حيره، اما انه توافق او لا توافق. طب ايه التوافق الجزئي وهنتعامل معاه ازاي؟ استنونا بعد الفاصل. فمعالي المستشار محمود فوزي رئيس الامانه الفنيه للحوار الوطني قال لي، بس يعني انت قاعد عمال بتسمع كده ساكت سايبني اتكلم. قلت له طبعا يعني الكلام حلو ومرتب، اقطع ليه؟ يعني مش ممكن، مش عايز اقطع. طيب جه وقت المقاطعه لو صح الكلام، وده اللي كنت بنوه عنه قبل الفاصل، يعني ايه توافق جزئي؟ طيب خليني اضرب لك مثال للتوافق الكلي علشان نعرف ايه هو التوافق الجزئي. التوافق الكلي زي مثلا ما مجلس الأمناء أطلق إشارة وتنبيه بأن مدة الإشراف القضائي قاربت على الانتهاء. إشراف القضائي الكامل، الدستور بتاعنا صدر سنة 2014 قال أن يكون الاقتراع والفرز تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والقضائية لمدة 10 سنوات تبدأ من نفاذ الدستور. الدستور نافذ 18 يناير 2014 تنتهي المدة 17 يناير 24. وقال ان الموضوع ده محتاج معالجة. يا جماعة خدوا بالكم، لو الموضوع ده محتاج تشريع ماشي، لو محتاج مش محتاج تشريع او قرار، المهم ان اراد التنبيه لهذه القضية. صح. مين في مصر يختلف على ضرورة الإشراف القضائي؟ جدول الإشراف القضائي. يعني أن الإشراف القضائي ده إحنا من الدول، يعني الإشراف القضائي مش ضمانة معتادة في الدول، لكن في مصر الناس اعتادت على وجود القاضي على الصندوق، وبيطمئنوا للقاضي وبيطمئنوا للانتخابات اللي فيها إشراف قضائي. فلماذا نغير أمر هو يعمل بكفاءة؟ صح. فعلشان القضية دي كانت محل توافق كلي بلغة القانون، يعني احنا بنسميه تصرف نافع نفعا محضا، ما فيش فيه اي ضرر، يعني هو من التصرف في تصرفات هو نافع في المطلق. نافع يعني، ويتفق تماما مع اهداف الدستور. حلو. وعنوانه الاجراءات وسلامة الاجراءات والنزاهة والشفافية، ده نوع من انواع التوافق الكلي. لكن مثلا تيجي في قضية زي قضية الحبس الاحتياطي. قضية الحبس الاحتياطي من واقع المقترحات والأوراق اللي جات لنا كانت من أكثر القضايا اللي كان عليها تكرار في الطلبات. صحيح. معظم النواب قالوا شوفوا مشكلة الحبس الاحتياطي، معظم أساتذة الجامعة اللي تكلموا في مجال حقوق الإنسان تكلموا في القصة دي، كثير من الأحزاب تكلمت في الحتة دي. طيب هنا أنا بقى لو أنا بدير جلسة من جلسات الحوار الوطني سأسعى إلى التقدم خطوة خطوة في بناء هذا التوافق. فأنا هنتهي إلى أن مسألة الحبس الاحتياطي هي قضية تمثل أولوية من حيث المبدأ. طيب كيف يمكن مواجهة المشكلة بتاعة الحبس الاحتياطي؟ هنا هتلاقي الآراء اختلفت. واحد يقول نزود عدد النيابات، واحد يقول نعدل تشريع أن احنا نحط مدة لا يمكن ان هو يحبس في القضيه دي او في غيرها من القضايا. 3-4-5 مقترحات، هنحاول نوفق الاراء. قدرنا نوفق الاراء يبقى احنا كده عملنا توافق كلي. ما قدرناش نوفق الاراء، هنرفع القضيه دي لرئيس الجمهوريه ونقول له يا سياده الرئيس، الحبس الاحتياطي من القضايا المتوافق عليها كليا من حيث المبدا، لكن في سبل علاجها اختلفت الآراء، فرأي بيقول كذا ورأي بيقول كذا ورأي بيقول كذا. ها
هذا هو نوع من التوافق الجزئي. هي دي الفكرة. فكرة التوافق الجزئي انك بتحاول تبني وتاخد خطوة لقدام. دايما انت بتحاول تقطع خطوة لقدام. النهاردة مثلا واحنا بنناقش النظام الانتخابي. طبعا النقاشات كانت متسعة. انت ما سألتنيش عن النهاردة ليه؟ لا ما انا جاي احنا قاعدين واحنا هنروح ولا ايه؟ احنا قاعدين. فالنهاردة مثلا كانت قضية النظام الانتخابي أكتر قضية عليها طلبات، أكبر قضية فيها حضور، وأكبر قضية فيها أعداد متكلمين. قائمة نسبية ولا مغلقة مطلقة؟ بالضبط كده. الكلمات النهاردة وهي بتتعمل كانت إدارة الحوار الوطني حريصة على إنك ما تسمعش رأي واحد مرتين. كويس. يعني رأي بيقول قائمة مغلقة فبيقول حاجة تؤيد، المتكلم اللي بعده بيقول قائمة نسبية بيقول حاجة تؤيد وقد يرد بشكل غير مباشر على كلام اتقال. كويس. اللي بعده عكسه. عارف انت كده عملت ايه؟ انت عملت نوع من انواع التعقيب والحوار غير المباشر ما بين الناس وبعضها. واخد بال حضرتك؟ قال رأيه، وإذا كان عنده نقد ما أو معارضة ما فبيقول دون أن يصرح بذلك إن ده أنا برد على فلان. يعني مثلا حد بيقول القائمة النسبية دي عادلة، فواحد يجي بعد يقول لك لا ده هو القائمة النسبية ممكن تبقى عادلة من الناحية الظاهرية لكن حقيقة ولكن أنت أقمت نوع من أنواع الحوار ونوع من أنواع المداولة والمناقشة غير المباشرة. إيه اللي عمل ده؟ قاعدة بسيطة جدا، التوازن وصالح النقاش في ترتيب الكلمات. لما أنت عملت القاعدة دي ظهر على فكرة في أحداث مشابهة الناس ممكن تمل. ده ما حصلش النهاردة، كل واحد اتكلم بالطريقة التبادلية دي. بقينا محتاجين ايه؟ نبقى عارفين طب حزب الفلاني مع ايه، طب الشخصية العامة الفلانية مع ايه، واخد بال حضرتك؟ فبقى في ترقب، وده هيخلي انه الحاضرين كله قدامه ورقة وقلم وقاعد عمال بيكتب ده رأي يوسف، ده رأي الحزب الكذا، ده رأي الدكتور علان، ده رأي فلان الفلاني، وهكذا، عشان يقدر لما هيجي عنده معاد الكلمة بتاعته هو هيبقى عارف كل اللي اتقال مع كان أو ضد على حسب هو منطلقاته إيه، فيبدأ هو كمان يدلي برأيه أو نقده أو يخالف. أنا نقل. شخصيا عملت كده، بقيت بسمع وباخد ملاحظات وفي كلمتي علقت على أفكار، لم أعلق على أشخاص يعني إلا طبعا. شخص واحد، وأنا هذا الشخص علقت عليه لأنه صديق يعني مش يعني أنا قلت كده يعني فلأنه صديقي فعندي هذه المساحة فأنا هعلق. يعني وحتى يعني هي كان فيها نوع من أنواع الدعابة يعني مش من باب أما إحنا ملتزمين تماما بأن إحنا يعني نناقش الفكرة ولا نناقش القائل. نحن نهتم أكتر بالفكرة ولا نهتم بالقائل، علشان ده يدي حتى نوع من انواع المساحات، تركيزي على الافكار مش الاشخاص. بالضبط. طيب هل ده اقدر اقول انه ادى حماسه او ادى زخم او ادى فاعليه اكتر ولكن قلل من حماوه المناقشه؟ لا بالعكس خالص، بالعكس. هقول لحضرتك على حاجه، درجه الحراره ارتفعت. طبعا حصل. شوف انا هقول لك على حاجه، النهارده الكلام في القائمه النسبيه والقائمه المغلقه علشان بس تبقى سيادتك في الصوره، يعني ممكن نختصره في مشهد بسيط. رئيس الامانه الفنيه يؤيد راي، والمنسق العام للحوار الوطني يؤيد راي اخر، وكلاهما يحترم بعضه بعضا، ومفيش اي احنا عندنا نقاط اتفاق مشتركة مع ضياء رشوان مع حفظ الألقاب يعني كثيرة جدا، لكن في القضية دي احنا مختلفين، هو شايف حاجة وانا شايف حاجة واعلن ذلك، والخلاف يعني هو اختلاف في الرأي. استاذ ضياء اكيد مع قائمة نسبية. صحيح. انا مع القائمة المغلقة لأسباب دستورية ولأسباب قانونية مش لأسباب سياسية. فيعني وبقول مثلا لو القائمة المغلقة تعالوا نقعد نتناقش ايه مشكلة القائمة المغلقة،
وبعدين الفكرة برضو يعني ما يمكن تسميته، أنا لا أحب المغامرات الدستورية، يعني ممكن هذا المصطلح جائز، يعني إذا الحاجة ماشية وكويسة يعني محتاجة بعض التطوير نطورها. يعني أنا لو صح أنا برضو عايز أفهم أكتر، يعني كمواطن بقى أنا وأنا بقعد أفكر، فهقول إنه الإجراء الأصح انتخابياً علشان تستقيم الأمور داخل المجالس النيابية سواء إذا كان نواب أو شيوخ هي القائمة المطلقة. الإجراء الأفضل سياسيا للمزيد من التمثيل بتاع أحزاب صغيرة غير قادرة على قوائم ضخمة مطلقة هتبقى القائمة النسبية. أظن في الحاجة اللي زي كده بيحكمها الوضع بتاع العمل السياسي للأحزاب على الأرض، أو أنا عايز إيه؟ أنا عاوز أزود من فعالية الأحزاب الصغيرة ولا أنا عاوز الأحزاب الكبيرة اللي عندها قدرات كبيرة للعمل داخل القطر المصري؟ هل عرضت المناقشة في زوايا قريبة من دي؟ تماما. وبالمناسبة كان عندنا النهاردة مجموعة من الخبراء الذين أدلوا بدلوهم أساتذة نظم سياسية وعلوم سياسية، قالوا يعني الحقيقة كلام يؤصل للفكرة اللي حضرتك قلتها. لو أنت عاوز زيادة التمثيل هتروح ناحية النسبية، لو أنت عاوز فعالية في القرار هتروح ناحية المغلقة المطلقة. طبعا شوف بقى أنت عاوز إيه. بس اللي أنا عاوز أنا أوضحه حاجة، في نظم الانتخاب مفيش صح وغلط. صح مظبوط. في مناسب وغير مناسب، مناسب للبيئة، مناسب للبلد، مناسب لثقافة الناخب، وفي غير مناسب. يعني أنا ممكن في الدول الأوروبية نظام القائمة النسبية نظام عظيم ورائع ويناسب ثقافة الناس هناك واعتادوا عليه ويحبون هذا النوع من التمثيل. في دول أخرى يعني مثلا بريطانيا لا تعرف نظام القوائم أصلا، بريطانيا شغالة بالنظام الفردي طبعا. فردي فيري كلاسيك يعني كلاسيك طبعا. تمام كده. ورغم انها بالنظام الفردي الاحزاب شغاله وفاعله وكتل وبينتخب منها حكومات وبتروح حكومات وبتيجي حكومات عادي خالص. فما فيش صح وغلط في النظم الانتخابيه، في محددات دستوريه. في محددات دستوريه. اذا النظام الانتخابي دستوري ويلبي متطلبات الدوله والمجتمع فهو نظام جيد. احنا عندنا الواقع الدستوري بيقول الاتي. الواقع الدستوري بيقول ان احنا عندنا 7 فئات من المجتمع. الدستور في خطوة تقدمية من وجهة نظري قال إن الناس دي يجب أن يكونوا بأنفسهم ممثلين داخل البرلمان. اللي هم المرأة، العمال، الفلاحين، المصريين في الخارج، ذوي الإعاقة والأقباط والشباب. تمام كده. 7 فئات أوجب الدستور أنه يتم تمثيلها داخل البرلمان. خليني أكلمك عن تجربة كانت في الفصل التشريعي الأول أيام ما كنت أنا شغال في مجلس النواب. وجود مجموعة من ذوي الإعاقة مثلا داخل البرلمان أفرز تعامل أكثر جدية عند مناقشة قوانين ذوي الإعاقة. هم اللي عارفين مشاكلهم، هم اللي عارفين حلولها، هم الأكثر قدرة على التعبير طبعا. وغير 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 المصريين في الخارج وهكذا وهكذا وهكذا. فاللي أنا عاوز أقوله الدستور قال 7 فئات دول يجب أن يمثلوا. يجب أن يمثلوا. فواضعوا النظم الانتخابية شافوا أن أنت علشان تمثل 7 فئات دي محتاج تقول أن كل قائمة هتطلب الترشيح حتى تقبل أوراقها يجب أن يكون فيها 1، 2، 3، 4 بما يضمن تحقيق النسب الدستورية. فإذا حصلت القائمة على 51% أو أكثر أعلن نجاحها، وفي نفس الوقت ضمن تمثيل هذه الفئات السبعة. دي الفكرة ببساطة. فالنهاردة ثار النقاش في الجلسات على الآتي. طيب يا جماعة إحنا دلوقتي نظام القائمة المغلقة المطلقة عرفناه. دلوقتي القائمة النسبية حضرتك عارف وانت يعني راجل سياسي عندك معلومات يعني ممتازة. القائمة النسبية الفئات العليا بس فيها هي اللي بتنجح بحسب الترتيب اللي بتقدمه الحزب أو الجهة مقدمة القائمة. الترتيب النسبي لهذا هي بالضبط كده. يعني مثلا احنا عندنا 100 كرسي
وانا حصلت على 40% من الاصوات فباخد 4 كراسي. حصلت على 20% فباخد صحيح. كرسيين. حصلت على 10% باخد كرسي. حصلت على 2 او 3% ما باخدش حاجه خالص. طب باخدهم ازاي؟ بترتيب الاسماء اللي انا حاططها في القائمه. في القائمه ده معناه ان الاسماء المتاخره ما بتحصلش على حاجه. ده معناه ايضا ان الاحزاب الصغيره برضو ما بتاخدش حاجه لانها ما بتاخدش نسب في الانتخابات. فالنهارده طرح سؤال على مؤيدي القائمه النسبيه، يا جماعه كويس احنا ما عندناش مانع نسمع ونتفهم وندرس، قولوا لنا هتتعمل ازاي. ما فيش مشكله نسمع بس هتتعمل ازاي. ده السؤال اللي كان مطروح. فطبعا المناقشه النهارده كانت قيمه جدا ويعني درجات الحراره فيها زادت، لكن في ظل احترام القواعد المنظمه للحوار حقيقه. يعني ما حدش قام زعلان من حد، هناك التزام بالوقت، ما حصلش اخلال بنظام الجلسه حقيقه. برضو خليني من خلال البرنامج ده احيي المقررين والمقررين المساعدين اللي اداروا جلسات النهارده بحكمه وباستيعاب وبكفاءه كبيره وبحياد تام. وده برضو يرجعني لمرحله التحضير. مرحله التحضير هي التي افرزت 44 مقرر مساعد، مقرر ومقرر مساعد. خد بالك كل مقرر ومقرر مساعد من اتجاه سياسي مختلف. توازن 50% 50% 50 50. واخد بال حضرتك؟ والله العظيم انت لو شفت هم بيتعاملوا مع بعض ازاي هتكتشف ان دعوة الحوار الوطني كانت في منتهى الذكاء، لان الاشخاص اللي كانوا مختلفين مع بعض ومش قادرين يتعاملوا مع بعض في الاول النهاردة هم الاثنين حريصين على التكامل والتعاون لإنجاح الجلسة بتاعته. أنا متفائل. حلو جدا، انا متفائل لان كنت ناوي اسرع كام دقيقه كمان وساعتها كريم رمزي هيذبحني، بس يعني سيبني كنت هسال على الحلق عيني. يا سلام، يعني انا مش عارف، انا برضه عندي حيره، نسيب حضرتك تنام عندنا شغل ولا نفضل؟ حاضر. على كل يمكن اول مره نلتقي في هذا البرنامج بالتحديد، ولا اتمنى انها تكون اخر اللقاءات، واتمنى ان احنا نلتقي كتير داخل البرنامج ونفهم اكتر، لان انا هبقى على طول عمال بتابع الجلسات والمحاورات ودرجات الحماوه. اشكرك جدا 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 على قبول الدعوه، واشكرك تاني وتالت ورابع كما اشكر مجلس الأمن الحقيقة كله على كم الجهد اللي بذلتوه حتى نبدأ هذا الحوار. عارف أستاذ ضياء صديق عمر، فأنا عارف جلساته كانت بتبقى عاملة زي، وأنا عارف أنتوا كنتوا بتقعدوا جلسات بالعشر ساعات الجلسة الواحدة وحاجات من النوع ده. كان الله في العون، وشكرا على هذا الجهد، وبإذن الله سبحانه وتعالى هيكتمل هذا الحوار على خير بأكبر قدر ممكن من التوافقات إن شاء الله. شكرا معالي المستشار، شرفت. شكرا ليك. طبعا التلفزيون المصري ده حاجه يعني احنا بنحب دايما، ده بيتنا، بيتنا ونتعاون معاها. حابب بس يعني في الختام لا انسى زملائي في الامانه الفنيه طبعا اللي تعبوا وبقالهم فتره سهرانين، اللي الحقيقه ان هم الجنود اللي خلف هذا المشهد اللي احنا شفناه. فانا يعني برضو لازم يعني أخصهم بشكر طبعا وأتذكرهم علشان حتى نقدر نكمل يعني. لا هنكمل إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله على خير. شوف شكرا جزيلا. أشكرك يا فندم. بص هما كلمتين مش هكتر عنهم، بالكلام اللي شرحه معايا المستشار محمود فوزي ده على إدارة الجلسات النهاردة وكيف تمت إدارة الجلسات والمحاورات والمناقشات ودرجات الحرارة المرتفعة في المناقشة، ولكن بالحس السياسي الناضج والواعي أنا أقدر أقولك النهاردة بقى عندنا سياسة، النهاردة بقى عندنا سياسة. قبل كده كان عندنا خناقات ودي مش سياسة، النهاردة عندنا سياسة. خلصت الحلقة لحد كده. كريم رمزي موجود هناك على مرمى البصر، يدخل حالا وبرنامجه رقم 10 حبيبي يا كيمو. بكرة إن شاء الله لو كان لنا العمر نقابلكم في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.